بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثم لاحظتوا جميعا أن الأستاذ أبو عصا دائما تنكر في الأشياء بالطريقة الأولى باش وصلوا النتيجة، ها هو وصلوا النتيجة، قلت له ما نهضرش، ولكن قدم الأشياء بطريقة مناسبة. فإذا السلام عليكم جميعا. بغيت في البدايه نشكر السيد الرئيس على دعوته الكريمه لنا لحضور هذا اللقاء. انا وزميلي السيد مدير عام مركز الجنه والاستثمار، وبغيت نهنيكم بكل يعني بكل صدق، نهنيكم على هذه المبادره، نهني الجماعة ونهني المؤسسة على رأسها المغربي الشاب الديناميكي المبدع السي مايك فن على العمل اللي قام به على الصعيد الدولي في خلق هذه المؤسسة، المؤسسة اللي رغم تاريخ ديالها حديث جدا حققت نتائج هي مهمة، والنتائج المهمة هي اللي استمعنا إليها هذا المساء. هذه النتائج هي نتائج ملموسة، والنتائج عندها بعد تنموي، بعد إنساني، بعد ثقافي، بعد بيئي، وهذا الأبعاد كلها هذه الأبعاد تنسجم تماما مع الأهداف العميقة للمبادرة الملكية التي تجيها الشرقية. فالمحافظة على البيئة، تعميق كل المجهودات فيما يخص الحكامة، الحكامة الجيدة النزيهة المستقبلية، وحنا كنلاحظوا ما هو موجود على مستوى العالم حاليا من مشاكل نتيجة إشكالية الحكامة ومشكل الحكامة ومشكل الحكامة، الحكامة الجيدة، الحكامة النزيهة ترافق دائما ضرورة النقاش وطرح المشاكل والديمقراطية. وحنا الحمد لله في المغرب مهما كان الحال مازال ما وصلناش الصورة المثالية، ولكن الحمد لله يمكننا نقولوا اللي كيضرنا، يمكننا نقولوا الشهادة هي هما السادة السيدات والسادة الصحفيين الموجودين معنا في هذا القاعة. فإذا الحداثة دائما كانت نتيجة الاحتكاك بين واحد الواقع، هو الواقع اللي كنشوفوه اللي كنعيشوه واللي كنعملوه باش نطوروه، والواقع ديال تجارب اخرى خلال في العالم. التجارب الاخرى هي التجارب اللي جات من خلال العروض، من خلال الاختصاصيين في هذه المواضيع اللي تكلمنا عليها كلنا. والحمد لله هذا الاحتكاك وهذه الحداثه يجب أن تؤدي تماما إلى أعمال ملموسة، وهذا الشيء اللي أكد عليه السيد الرئيس السادة الرؤساء. النتائج الملموسة هي النتائج اللي غادي نوصلوا عليها. دائما خص يكون عندنا واحد السؤال، واش هذا العمل اللي كنقوموا به غادي يستافدوا منه السكان؟ واش الشاب ولاد وجدة، ساكنة وجدة، غادي تستفد من هذا العمل اللي كنقوموا به، من هذه اللقاءات الدوليه، من هذه الاتفاقيات، من هذه الاشياء كلها؟ واش فعلا السكان ديال وجده يتفقوا يتوصلوا بالنتائج الايجابيه لهذا العمل؟ هذا تجعلنا اننا نفكر دائما في العمل البعيد، ربما تيبان لنا بعيد، وفي الانعكاسات ديالو على مستوى القرب، على مستوى الحياة اليومية. لما تنقولوا مثلا المحافظة على البيئة، لما تنقولوا
جمع نفاية الصلبة لما تنقلوا إشكالية الإنارة العمومية نخدموا ماشي فقط في الشوارع الأساسية والشوارع الكبرى، إن الشوارع الكبرى هي ضرورة. كلنا عندنا في البيت ديالنا كاين الصالون اللي كتدخل فيه اللي كتشرف باش تعرض عليه لدارك، وكاين الدار صالون دائما كتعمل فيه مجهود ديال الفراش ومجهود ديال الزربيه ومجهود ديال، ولكن كاين كذلك الدار اللي كتحافظ عليها. فاذا هذا هو الشارع الكبير ديال الاناره. الشارع الكبير ديال الاناره كنديروا الاناره، وفعلا اليوم احتضنت وجده اجتماع كبير جدا فيما يخص التعاون غير الممركز، لا كوبيراسيون ديسنتراليزي. كان فيه مجموعه من الجهات ومن المدن على المستوى الدولي اللي كتعامل مع وجده، وجاو مجموعه من الدول الافريقيه. كتعرفوا بان احنا بالنسبه لنا عندنا واحد الهدف، واحد خاصيه، واحد خصنا عنده واحد مجهود كبير تجاه افريقيا باش يفهمونا ونفهموهم، لان احنا بلد افريقي كذلك. والافارقه عندهم بعض الاحيان مواقف معاديه للمغرب، وبالتالي هذا الاجتماع اللي كان اجتماع عنده هدف بعيد، عنده هدف قريب، هو انه وعنده هدف كذلك فيما يخص الاحتكاك وتحسين طرق تسيير الامور فيما يخص الجهه الشرقيه. والحمد لله كما قال سيد الرئيس في التدخل ديالو الاول، وجده الان الجهه الشرقيه وجده صبحت على المستوى الدولي تذكر، وتذكر بالخير، تذكر بالمثاليه، وصبحت كذلك كيذكروها الناس فيما يخص قدرة الإبداع فيها. كنظن بأنه غير على مستوى فهاد 15 يوم اللي دازت، كان اللقاء في إكس، كتعرفوا بأنه هناك توأمة، هناك علاقة ما بين مدينة وجدة ومدينة إكس. في إكس، مدينة إكس اللي تجمع فيها المنتدى المغربي الفرنسي حول الطاقات المتجددة، وكانت وجدة هناك حضرة كابيتال، لأنه وجدة صبحت عندها بفضل توجيهات ديال سيدنا المنصور. شنو عندنا؟ عندنا غادي تصبح مركز ديال إنتاج الطاقة بامتياز على الصعيد الوطني، لأنه غادي يكون عندنا لا سونترال تيرميك هذه ديال جرادة، غادي جات المحطة الحرارية الجديدة اللي دشناها سيدنا هذه سنتين، وغادي تكون إن شاء الله المحطة الحرارية الثالثة اللي تعلمنا عليها من خلال الاجتماع ديال الوزارات اللي تبعته جميعا. فإذا ربما بعدت عن الموضوع شي شوية، ولكن في الحقيقة احنا في العمق ديالو، حنا كنعتبروا بانه الجهه ديالنا عندها كما جاء في الخطاب، ذلك في الخطاب التاريخي، هي قنطره ما بين في العلاقات ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشرق والغرب، ما بين الشرق والغرب مع الاسف او لا الحمد لله مع هذه الظروف، الحدود هي حدود مغلوقه. وحنا بالنسبه لنا هادشي ما بقاش كيضرنا اقتصاديا بقدر ما هو كيضرنا انسانيا، لان عندنا عائلات من جهه اخرى، وعندنا اقارب من جهه اخرى، وعندنا الناس كنعرفوهم من جهه اخرى، وهذيك العلاقات الاخويه اللي دائما جمعتنا ما بيننا وما بين الجيران كانت دائما علاقات اللي بنينا عليها الشخصيه الوجديه، الشخصيه الشرقيه كما بنوا عليها الجيران الشرقية الغربية ديال الجزائر. فإذا هذا في الحقيقة جريمة للتاريخ، وجريمة للمستقبل، وجريمة حتى للدين، أنه نمنعوا
الناس من 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 اللقاءات فيما يخص الفرحة وفيما يخص كذلك ما بقاش كاين درنا اقتصاديا هاد الشيء بفضل كذلك بطبيعة الحال هاد الدفعة اللي كنعيشوها اليوم اللي كنا اللي جعلتنا اننا مرينا من الثلث الاخير في الترتيب الوطني للجهات الى الثلث الاول. الان الجهه الشرقيه صبحت في الثلث الاول بطبيعه الحال كل شيء ما عندناش ما تنقولش بانه العام زين. ما عمري تنقول العام زين. تنقول الحقيقه والحقيقه هو انه عندنا بزاف ما نعملو وخصنا نعملو وخصنا نعملو بجديه. وكنظن بانه هذا اللقاء وهذه طريقه العمل اللي بداتها الجماعه مع المؤسسه المغربيه السويسريه هذه طريقه جديه غادي تعلمنا وكنتمنى ان شاء الله باش يكون لقاء اخر باش نشوفوا يقولنا السيد الرئيس في نوصلوا في التحقيق ديال هذا الانتاج ديال المرور من الكلام للواقع لانه هادشي ضروري ما بقينا الا نهنيو الناس اللي دخلوا كلهم اعضاء اللجنه التقنيين ديال الجماعه التقنيين ديال المرافقين السيد الرئيس فامي محمد على التتبع ديالو للاشياء. Je voudrais vous remercier tous. Vous êtes venus de loin, on a parlé arabe, mais vous savez, vous nous avez compris parce que c'est le cœur qui a parlé. كذلك بلدكم وكنتمنى ان شاء الله باش نحققوا المزيد والمزيد بحكم الدعم ديالكم والمتابعه ديالكم. شكرا سيدي.